الناب دول اللي هم العصب بتوع البيت، الاب والام. تمام تمام. طيب في حاجات بقى معينه، الناب ده لو سقط، لو وقع وانت حسيتي بالم، يبقى انت بتمر بمشاكل وممكن حد يتوفى. حاجتين، ومش شرط بقى حد مريض يتوفى خالص، الفكره دي لا، ده ممكن بيبقوا سلام وتمام وكده ويتوفى. الناب لو سقط وانا حسيت بالم، يبقى يا اما هيحصل عندي مشاكل، تمام يا اما حد هيتوفى. تمام. طب لو الناب ده سقط في ايدي، سقط في ايه، وقع في ايدي كده، يبقى بيقول ويقال والله اعلم انها طولة عمر. طولة عمر، لان طبعا بيبقوا الناس اللي هم كبار السنان بتبقى واقعه شويه، ده الموضوع كبير جدا. جدا، ده كل حاجه لها قصه. طب الناب ده لو وقع وانا ما حسيتش باي الم وكأن الامر لم يكن، وممكن يكون طلع مكانه كمان حاجه جديده، ده دي فتره عدت من حياتك بمشاكلها وبتعبها وبهمومها تلاقتها وجاي لك خير بعد كده، سبحان يعني الله. حاجه سلبيه عدت وجاي لك مكانها طرق ايجابيه كتير جدا. سبحان الله. فده بقى على حسب شفتي ايه صح وشفتي بتمري انت اصلا بظروف ايه صح نفسيا، الحاجات دي كلها. وقتها بقى انا لما اقول ده فلان ده ممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا كذا احتمال، انت بقى هتبقي عارفه وقتها ايه ايه الاجابه ليه، لان انت اللي ادرى بظروفك. صح صح